السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا فصفات امي امل ناجحه. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد الغديوه خفن زربان، غديوه اللي سهله بسيطه. اذا كان عندكم الشي فلور طبعا والبطاطا وشويه ديال الدجاج، يلا على بركه الله نحضروا هذه الغديوه. راها كتجي غزاله وكتوجد كتوجد بالخف 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 حتى الدقيقه 90 ونوضي. اذا كان عندك هذه المكونات وديري هذه الغديوه بسم الله على بركة الله. غادي ندوز اول حاجة، غادي ناخد المهم. انا هنايا حطيت في هاد البول وعاد يعني رجعته في الكوكوت مباشرة. غادي علاش انا درت هكا؟ لان غير الكوكوت كتجيني غارقة وما كتبينش ليا يعني الكاميرا المكونات اللي كنخدم في الكوكوت. داكشي علاش حطيت في البول. نتوما اش غديروا؟ غادي تاخذوا الكوكوت ديالكم وغادي تحطوا فيه هاد المكونات مباشره، لا داعي بانكم تحطوا في لوبول وتعاودوا تخويوا بحالي. المهم انا شرحت لكم غير علاش حطيت في لوبول. بالنسبه للمكونات، خديت واحد جوج ديال الطريسات ديال الثوم، حكيتهم، زدت عليهم شويه ديال الربيع يعني القزبر والمعدنوس، وضفت واحد البصله مشلوطه. بالنسبه للتوابل، عندي هنا الوراق ديال الرند، واحد ليسات ديال الوريقات، عندي الخرقوم، بلدي، عندي القزبر مطحون حبوب، عندي سكينجبير، شويه ديال الابزار، وعندي شويه ديال التوابل ديال الكاري يعني الكوري. الا كان عندكم ديروه، الا ما كانش عندكم صافي غادي ديروا غير سكينجبير. ضفت هنا واحد الطريف ديال الحامض المصير، وغادي نزيد عليهم شويه ديال الزيت، تقريبا هكا واحد جوج مغرفات ديال الزيت البلديه ولا زيت الزيتون. صافي، هاد هما المكونات اللي درت. ما بغيتش ندير الملح، لان اصلا كتعرفوا الدجاج دائما كيكون مرقد في الماء والملحه والحامض وديكشي. المهم من بعد غادي نضيف شويه ديال الملحه للشيفلور، اما بالنسبه للدجاج بلاش. صافي، غادي نحط هاد الفخيدات ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للدجاج، اي طريفات ديال الدجاج تقدروا ديرهم اللي كان متوفر، ماشي ضروري يكونوا الفخيدات. بالنسبه للشيفلور، خديت هكا واحد الوريضه ديال الشيفلور كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للتقطاع ديالها باش كتبقى لكم الوريضه هكا يعني كيبقى هذيك الطريفات على شكل وريضه، حاولوا تاخذوا الموس وتحيدوا داك القلب بهذه الطريقه. راه طريقه سهله كيف ما كتشوفوا، كيتحيد القلب اوتوماتيكمون. صافي، وكيبقاو لينا داك لي فلور هكا صاينين. صافي، نقيو يعني ضروري ما تنقيوهم الشوائب هكا الا كانت فيهم شي حاجه وتغسلوها طبعا، يعني هذه مساله واضحه. صافي، من يعني من بعد غادي نحطهم هكا، غادي نحطهم مباشره في الكوكوت ديالي ولا في الطنجره اللي بغيتو، ما غاديش نقليوهم ولا نديروهم من شي حاجه نهائيا. كنشد داكشي كله باش قلت لكم في الاول، ديروهم في الكوكوت ولا في الطنجره مباشره. صافي، وكنسد عليهم الكوكوت ديالي. كان في الاول انني كنحط الكوكوت على نار مجهده يعني نار عاديه، غير كتبدا كتصفر ليا كنقص ليها وكنخليها كطيب تقريبا هكا كما واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. هنا ضفت واحد شويه ديال الملحه غير على حساب داك الشيفلور باش ما يجينيش يعني باسل هكا، غير شي شويه القياس وصافي. صافي، وحطيت كيف ما قلت لكم الكوكوت ديالي ثلث ساعه، كيكون الدجاج راكم كتعرفوا دغيا كيطيب، ما بين 15 دقيقه حتى 20 دقيقه راه كيكون داكشي كله طاب. صافي، وكنحلو على الكوكوت ديالنا. طبعا بالنسبه ل غادي ندوز للتشرميله اللي فاش غادي ندوز هذاك الشيفلور ديالي، غادي نحتاج لواحد جوج ديال البيضات، غادي نضيف عليهم واحد المعلقه عامره ديال الدقيق الفورس ولا المايزينا اللي كان عندكم. غادي نتبلهم، نزيد عليهم شويه ديال التحميره ولا الباربيكيا، شويه ديال المليحه طبعا، وغادي نضيف لهم واحد جوج معالق ديال الحليب، يعني جوج بيضات مقابل جوج معالق ديال الحليب. الا كانت عندكم كميه كثيره ديال البيض، مثلا ثلاثة ولا أربعة، حاولوا ديروا نفس القياس ديال الحليب باش كتجي ديك لاصوص عاقده. ثلاثه البيضات غادي ديروا لهم ثلاثه ديال المعالق ديال الحليب، كيف ما شفتوا قبيصه ديال الملحه وقبيصه ديال الفلفل الاسود ولا البزار. صافي، وكنخلط هاد التشرميله ديالي.
كوكوت كيف ما قلت لكم راه دغيا كطيب، حليت عليها صافي، تخليت هذوك الفخيدات صافي، كنبداو كنحطهم هكا في واحد لاطه اللي غادي تدخل ليا الفراغ باش غادي نحمروهم. راه كيجيو هائلين صراحه، و يعني سريع داكشي بالزربه بالزربه. غادي ناخد هذيك لاصوص اللي بريباريت وغادي ندوز فيها هاد الشيفلور، كيجي بنين بنين. انا عطيتكم اليوم واحد الوصفه اللي مختصره، في عوض ما تسلقوا الشيفلور بوحدو وتطيبوه بوحدو، يعني غادي تخلطوا كل شيء، وهانتوما كتشوفوا يعني الشيفلور كيبقى شاد يعني لا فورم ديالو، غير ما ديباسيوش عاوتاني الوقت ديال الطياب بزاف، يعني ما تطيبوهش بزاف، تخليوه فوق البوطه لمده طويله حتى كيتفتت وما كيبقاش شاد الشكل ديالو. حاولوا ما امكن تلتزموا بالوقت، راه دغيا كيطيب في ساعه كيطيب صافي. وديك التشرميله اللي بقات ليا كبيتها حتى هي على التاج كيف ما كتشوفوا، وعندي انا هنا البطاطا فريت ديجا كناخدها هكا، ما كانتش عندكم غادي تقطعوا الطريفات ديال البطاطا بحال هذا الشكل لشكل الفريت، وتعطروه بشويه ديال المليحه هكا وشويه ديال الكمون، ودهنوه بشويه ديال الزيت. راه حتى هذه الطريقه كتجي بها البطاطا بحال الا قليتيها في الزيت وحنا طيبناها في الفران، كتجي محمره غزاله صراحه. الله كنديرها دائما انا، يعني ديك استغنيت على ديك المقله صراحه، دائما كندهنها هكا بشويه الزيت، كنرش عليها شويه ديال التوابل هكا ولا شويه ديال الاعشاب، كندخلها للفران كطيب، كتجي غزاله ما شاربه لا زيت لا والو. وكنديرها حتى بالنسبه للفريت هذا اللي كيكون عندي واجد، حتى هو كنديرها ليه كيجي غزال. بالنسبه لكيف ما شفتوا هذيك دخلته للفران، شعلت الفران من الفوق ومن التحت وخليته حتى كيتحمر وياخذ اللون. بالنسبه لهاد المريقه خليتها كتعلقت واحد شويه، هانتوما كتشوفوها كتجي رائعه، يعني ضروري كيكون طلق لينا ديك المريقه، خليوها هكا كتعلق فوق البوطه صافي، وكتجي غزاله. وتحطوها هكا تقدروا تغمسوا فيها ولا تحطوها غير هكا، المهم لكم الاختيار، انا عطيتكم الاساس وانتوما ديروا به اللي بغيتو صافي. ندوزوا للفران نشوفوا الطاوه ديالنا، يا سلام كتشهي صراحه، الله الشكل ديالها كيشهي، وحتى البنه حاضره وكاينه. المهم هذا هو الغديوه ديال اللي شاركت معكم اليوم، اللي جربت فيكم هذه الطريقه وعجبتها تخلي لي شي تعليق وتقول لي كيف جاها وكيف جات هذه الطريقه السريعه. المهم تهلاو في ريوسكم وما تبخلوش علينا كيف ما ديما بالاشتراكات واللايكات ديالكم، وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله، مع السلامه.